هاي لكل المشاهدين. اليوم أنا أخدة أوف، يعني اليوم التمارين هي رح تكون ثنائية، هيك بطل عندكم حجة تقولوا منا محمسين نروح على النادي الرياضي لحالنا، صار فيكم تنقوا شريككم أو رفقاتكم يروحوا معكم وتقوموا بالتمارين اثنيناتكم مع بعض. شو هي هالتمارين؟ رح يفرجيكم إياها جريس هوميا. أول تمرين مشاهدينا رح يكون الكرفساء مثل ما شفتوا، ميا وجريس واقفين بوجه بعض، رح يفتحوا إجريهم على مستوى الكتاف، رح تكون ميا مادة إيدها اليمين وجريس إيدها الشمال، حتشابكين إيديهم ببعض، رح ينزلوا يعملوا الكرفساء وينطوا ويبدلوا. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هي تمارين ممتعة مشاهدينا أكيد. تسعة، مرتين بعد هيك بيكونوا خلصون. هلا كان هيدا لأول تمرين الكرفساء. تاني تمرين هو اللانجز. أكيد مشاهدينا إذا بدكم الحركة تكون هالقد صعبة لازم ما تنطوا كتير عن الأرض، يعني فيكم تكونوا القبضة تكون خفيفة عن الأرض، وأهم شيء بس تنطوا عن الأرض اللاندينج تبعكم أو كيف تنزل الإجر على الأرض تنزل كلها سوا ثابتة لما تصيبوا أي ضرر بالركبة أو بغير جزء أو عضو من جسمكم. التمرين الثاني هو اللانجز، رح يكونوا واقفين ميا وجريس مسكرين إجريهم مثل ما شفتوا. ميا من هون إجرة بدها تكون على مستوى إجرة لجريس، من هون ميا رح تعمل فشخة لقدام وجريس رح تعمل فشخة لورا عكسها. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. أكيد ما بنخلي مستوى القدم يتخطى مستوى رؤوس الأقدام، مستوى الركبة عفوا مشاهدينا. مرتين بعد واخر مره. هلا مشاهدينا رح ينزلوا ميا وجريس يقعدوا على المات. من هون انا رح غيب دقيقه جيب وزن. رح يكون مع جريس دامبل، اذا كمان مثل على طول بنذكركم مشاهدينا اذا ما عندكم دامبل بالبيت انينه ماينوس ليت فيكم تستعملوها. رح يكونوا اثنيناتهم نايمين لورا، ايديهم لورا ورا الراس، رح يطلعوا سوا مع بعض لقدام، بتسلمها جريس لميا وبينزلوا لتحت بيرجع بيطلعوا من اول وجديد. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. أنا بس اليوم أبعد مشاهدينا، ما عندي غير مهمة. مرتين بعد وآخر مرة. من هون مشاهدينا مثل ما شفتوا ميا وجريس عم بيضحكوا لأنه فعلا تمارين ممتعة. رح يكونوا قاعدين بهذا الشكل، وجهن صوب الكاميرا، حد بعضهم، ميا مع الدمبل، ميا رح تبرم عميلة اليمين خسرة وجريس رح تبرم عميلة الشمال. 100% بيسلموا بعض. اثنين، ثلاثة، مثل ما عم تشوفوا كل ما حدا يسلم الثاني بيرجع بيبرم على الجهة الثانية حتى لو ما معه وزن كرمال نكون عم نشغل منطقة الخصر اثنيناتهم. سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. مرتين بعد. اليوم عامل حلقة أجواء الضحك. واخر مره. هلا مشاهدينا رح اخذ الدمبل منكم، رح ترجعوا تقعدوا مثل ما كنتوا بوضعيه السيت اب وجه بعدكم، بس هالمره رح نتسلى شوي اكثر، رح تكونوا مدين ايديكم لورا اثنيناتكم، رح تطلعوا تسمعونا اقوى زقفه عندكم. واحد، اثنين، ثلاثه، رح انضم لهم لزقفه ثلاثيه. اربعه، خمسة، ستة، سبعة، كفوا مع بعض، ثمانية، أربع مرات. بحب أذكركم إنه جريس وميا هن اثنيناتهم كوتشية وبيرسونال ترينرز.
واخر مره. هلا مشاهدينا التمرين الثالث، مثل ما هن قاعدين ميا وغريس رح يبرموا يحطوا ظهرهم على بعض، بس ما رح يلقوا الظهر، يعني رح تكون الوضعيه انجا يلامس ظهرهم بعضهم. من هون رح ارجع اعطي الدمبل لغريس، غريس من هون بدها تبرم بخصره تمرر لها لميا، ميا تاخذ منها الدمبل او الوزن وتبرم تاخذه من ثاني ميل. ثلاثة على الواطي منمرر الدمبل، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. تمارين فعلا ممتعة. هلا هن الله يسترني بعد الحلقه مشاهدينا ناويين لغريس وميا، لانه انا ما عم بعمل شيء. اخر مرتين، اخر مره مشاهدينا. الحركه التاليه مثل ما شفتوا غريس وميا قاعدين على الارض مدين اجريهم بطريقه مستقيمه لاقيين الحذاء على بعضهم. من هون رح يقربوا اجريهم صوب الصدر تبعهم ويمدوه ندقوا الاجرين ببعض. اثنين، ثلاثة، هيدا هاي فايف بالإجرين، ستة، سبعة، ثمانية، مرتين بعد، واثنين. هلا رح يرتاحوا شوي. مثل ما شفتوا مشاهدينا أهمية هيدي التمارين إنه حتى لو كنتوا عم تعملوها أو أنتم معودين تعملوها، كثير مهم إنه نريح شوي العضل لنرجع نعطيه القوة بعدين. زيت التمرين مثل ما كانوا ميا وغريس رح يكونوا الاجرين ممدودين، بس من هون ميا بس رح تسحب اجريها لعندها وتاخذهم لهلمي لميلتي، بتكون غريس عم تاخذهم للجهه التاليه. اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، خمس مرات، ثلاثة، اثنين، واحد. أكيد أنا ماني كثير مرتاحة على وضعي، بدي أعطي الطابة لغريس. غريس رح تبرم مشاهدينا تقعد مثل ما ميا قاعدة، يعني رح يكون نظرهم لوجهها هي ذاتها. رح تهوني غريس رح تلقط الطابة وتسلمها إياها لميا، من قدام لورا، من ورا لقدام. أربعة، آخر أربع مرات. آخر مرتين، آخر مرة. وآخر حركة لليوم مشاهدينا هي البوش أب بالطريقة السهلة. مثل ما شفتوا إنه غريس وميا أخذين وضعية الهب لجوا أو الحوض لجوا، إجريهم شابكينهم ببعض ومعلينهم عن الأرض، إيدين تحت الكتاف. من هون رح ينزلوا يستعملوا عضلات الإيد والكتف. اثنين، أكيد هيدا بنكون عم نشغل حركة الصدر. خمسة، بدنا نضغط بجسمنا لتحت نستعمل قوة إيدينا. ثمانية، تسعة، بدي زقفة أقوى. وهيك بنكون خلصنا حلقتنا لليوم مشاهدينا. مثل ما شفتوا كانت حلقه اكسبشنال هالمره، كلها ضحك. اكيد التمارين على طول هي بتسلي، ما تعتبروا الرياضه ابدا قصاص، لازم تكونوا انتم عم بتحسوا بالحماس، انتم عم تمارسوا رياضه. انا بودعكم، باي.